يقول ما أصعب من مصيبة إلا بإذن الله. يقول أنا خالق السماوات والأرض ومرجع الكل إليه وحكمهم إلي، أي مصيبة من مصيبة، هذا في اللغة العربية للاستغراق القليل والكثير والصغير والكبير. لو قال ما أصاب مصيبة يعني ممكن غير الصغار غير الأمور، قال لا 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 من مصيبة يعني صغيرة كبيرة قليلة كثيرة، لفرد لجماعة لدولة لمجموعة في العالم غير كل، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال المسير القوي القادر الحي القيوم الحاكم بعينه تجري هذه الأشياء بإذن الله بإرادته بقضائه لحكم من عنده. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، من قبل ما تظهر، من قبل ما تجي، ها؟ من قبل ما يتحدث الناس عن كورونا، مكتوب مرتب مقدر مقرر ثابت، له وقته وله حده وله عدده ما يزيد ولا ينقص الله. فأحسن لكم في كل الأحداث كونوا معي، وأنا القادر والمتصرف والمدبر، ومن صدق معي إيش يعمل له؟ قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه للاستسلام للطمأنينة لليقين للصواب لفعل ما هو أصلح، للاشتغال بما ينفع، للإعراض عما يضر ويغر ولا يفيد، يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يتولى هداية هذا القلب، مقلب القلوب جل جلاله، فيعرف ايش يقول ويعرف ايش يفعل ويعرف كيف يتبصر، يعرف كيف يمشي، يعرف كيف يتصرف، يطمئن، يهدأ، يثق، يعتمد عليه، يتوكل، يوقن انه منه وان ابعاده منه، والله يهدي قلبه فيعيش هاديا هاديا هادئا. حتى جاء في قراءات يهدى قلبه، يهدى ما يؤمن بالله يهدى قلبه، يهدى يكون هادي ما ينزعج، وفي قراءة ومن يؤمن بالله نهدي قلبه، في قراءة من يؤمن يهدى قلبه. فيا بخت القلب المؤمن هذا،